نحن بلاتفورم مفتوح عم نحاول نحكي الرواية الغير محكية. شو رأيك بالمكان يا كرم؟ في عنا فايلين مهمين لازم نشتغل عليهم، ملف التنظيم الجديد وملف رحلة البحر الأسود. All the answers that you are looking for are in the old country. أنا بكره أرجع لورا. الماضي شباك، إذا طلعت منه ما أعرف إذا رح أرجع أشوف لقدام. انسى حبيبي، الماضي مات بحلو ومر. حبيبي أنا؟ الماضي مات بحلو ومر. في وحدة اسمها عطر المساء، هذه أرسلت فوق 100 رسالة. شبه ومرته كانوا يشتغلوا مع هدول الجماعات، ويبدو أنه كان معهم معلومات سرية. حاولوا يهربوا، لقطوا للزلمه. يلا حرك، بس مرته هربت واخدت معلومات معه. يلا حرك. شو في كمان؟ الشاب اسمه أنا. انا لو عارف رح يجيني وجه الراس من مرة كنت قتلتها بايدي وخلصت منها. لازم تلقاه كرم. اللينك عطر المساء. إذا أنت قدرت تعرف من هو عطر المساء تحل اللغز كله وعرفت كل القصة. يمكن لازم تكلم أمل. You want me to look into it? لا تحاتي، أنت سويت الصح. شو فكر حالك؟ ضابط جنائية يعني فكر حالك؟ وبدي أعرف شو دخل أخوك آدم بكل هاي القصة. وأنا بدي كمان، بس شو الحل؟ Let's go.